جماعه، لو كنت مكان لاعبين راح اسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. يا الهي على هذه الاجواء الجميله، منتظر كره قدم ممتعه اليوم، ننتظر ان نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها اهداف، فيها متعه، فيها اثاره، فيها مستوى عالي، فيها كوره. يا الهي، مباراه اخرى داخل هذه المباراه، مشتعله الاجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدف، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من اجمل الملاعب العالميه على الاطلاق. اذا فاتتك البدايه فلا تقلق، لان المباراه في لحظاتها الاولى. خارج الملعب وفي الأخير ضربة مرمى، كرة طويلة للأمام، رياض محرز يلعب كرة بينية وأجمل بينية، دي بروين قد تكون هذه فرصته، جورجينيو، مونت، حكيم زياش، حكيم زياش، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. حكيم زياش، نعم حاول ان يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية، يلعبها طويلة، يتدخل ليلهي الهجمة قبل ان تشكل خطرا على فريقه. يحاول فك شفرة الدفاع، رحيم ستيرلينغ، أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. أكيد وتشتيت ناجح للكرة. هافرتز، لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة، نتابع المباراة والنتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. أكيد لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن، هدف مقابل لا شيء الآن. دي بروين، أكيد رودري، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، الفريق يقطع الكرة، برناردو سيلفا، فرصة خطيرة، فودين، روعة، الكرة في المرمى. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد، عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة، بهذا الهدف بهذا حكيم زياش، بعيدة تماما عن المرمى، يدرك جيدا انه بيسعى لهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. جيمس، أكيد روبن دياز، كرة طولية إلى الأمام، برناردو سيلفا، لمسة بينية، هل ينجح في المرور؟
جورجينيو. حكيم زياش. ماونت. قراءة ممتازة من الدفاع. فودن يلعب كرة طويلة. واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. يمر يلعب كرة بينية. فودن يرتكب مخالفة واضحة جدا. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يفقد توازنه. برناردو سيلفا يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يتأثر ويفقد توازنه. يحتسب الحكم ركلة حرة. رودري يلعبها لمنطقة الخطر. كرة عرضية. الحارس ينجح في إبعادها بقبضة اليد. كرة طولية في المساحة الخالية. تدخل جميل واعتراض أجمل. لابورتي. رودري. رودري يحاول لعب الكرة إلى الأمام. تقف الهجمة هنا. تنتهي الأمور هنا. يحاول أن يلعب كرة بينية. لابورتي. جواو كانسيلو. رياض محرز يحول الكرة إلى الجانب الآخر. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية. نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. نستأنف المواعيد مع الشوط ربما يكون حاسم. حتى الآن لم يتدخل أي مدرب في إجراء تغيير. دي بروين. بوليسيتش. إمكانية تسديد. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. برناردو سيلفا. الله كرة جميلة استلمها اللاعب. هافرز. مونت يحاول تمريرها من بين المدافعين. اوكي احتكاك بدني كبير. التحام قوي بين اللاعبين هنا. تمريرة قوية أكثر من اللازم. على الطاير إلى خارج المرمى. الله اللعبة جميلة جدا. مجهود غير عادي. كرة إلى الأمام. هافرز. بوليسيتش. حكيم زياش. لمسة بينية. مونت. والكرة راية بعد ذلك وتسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. أكيد معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. كوليبالي. بوليسيتش. حكيم زياش يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. برناردو سيلفا. إسبيليكويتا يتسبب في احتساب المخالفة. محرز يلعب عرضية داخل ال 18.
ويلعبها عرضية. ضغط قوي وينجح في استعادتها. هجمة مرتدة الآن. يلعب كرة على اليسار. بوليسيتش وكرة عرضية. هالاند. فودين يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. إسبليكويتا. بوليسيك. هافرز. تلعب الكرة إلى الأمام. نقل الكرة إلى الأمام. فرصة خطيرة جدا. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل برناردو سيلفا؟ من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تمريرة بينية. هافرز. كرة تمر بسلام على المدافعين. خسر المواجهة أمام خصمه. إسبليكويتا. ستيرلينج. أفقد الخصم التركيز التوازن. كرة طولية من الحارس. يبحث عن المهاجم. يمر ويلعب كرة بينية. عرضية من ستيرلينج. يحصل عليها هافرز. هافرز. والهدف يأتي. الله. روعة روعة روعة. تقدم من جديد. سدد كرة جميلة. سيتم التبديل الآن. الدفع بلاعبين في وقت واحد. ولديهم تقدم بهدف واحد. لابورتي. رودري. لابورتي يحاول لعب الكرة إلى الأمام. تمريرة بينية. مرت الكرة. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم في هذا الوقت المثالي. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. رحيم ستيرلينج يلعب الكرة إلى الوراء. تسديدة في اتجاه المرمى. يا لها من كرة لكنها بالأخير بعد مجهود رائع جدا. رودري. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. عدت الكرة. يلعب كرة. هالاند. تصدي غير عادي من حارس المرمى. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد. الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز. الروح القتالية. الإصرار. المستوى العالي. الفرجة. المتعة. اللمسات.